فازت 4 أفكار في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، التي أطلقها صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد اختيار الأفكار الفائزة من قبل لجنة ضمت 8 من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في المرحلة النهائية من المسابقة إلى جانب تصويت الجمهور. وقد هنأت لجنة الوزراء كل من فكرة ضيافة لأحمد الطريفي من وزارة الخارجية، وفكرة المنصة الإلكترونية للتطوع للشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة وبدور مبارك التميم ومي صلاح عبد الله وهشام مبارك البفلاسة من وزارة الداخلية، وفكرة النظام الوطني للمواعيد لعادل يوسف القلاف من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى فكرة العمل الحكومي من المنزل لعبد الله محمد الأحمد من وزارة الخارجية ونوف محمد الأحمد من وزارة المالية، والتي فازت باختيار الجمهور. وأشادت اللجنة بما تم بذله من جهد مميز لصياغة الأفكار والمقترحات التي تحمل روح الابتكار والتجدد بهدف الإسهام في تطوير جودة ومخرجات العمل الحكومي، منوهين بما اطلعوا عليه اليوم من عروض للأفكار التي تأهلت لهذه المرحلة النهائية من المسابقة، وتقديرا للجهد الذي بذله أصحاب الأفكار الفائزة. سيتم عرض الأفكار على اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لتطبيقها في الجهات الحكومية المعنية. هذا وقد ضمت اللجنة سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وسعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام. وقد تأهلت الأفكار الثلاث بعد سلسلة من مراحل التقييم لتتأهل من بين 565 فكرة تم تقديمها في إطار المسابقة التي تهدف لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها محركا رئيسا للتطوير وبلورة الأفكار الخلاقة، وإتاحة الفرصة لإشراك موظف القطاع العام في بلورة الأفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودته ومخرجاته وفقا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة التنافسية والعدالة، والتي تستند عليها مختلف البرامج والمبادرات. للأفكار أجنحة تهوى معانقة سماء الإبداع، ولن تقبل أو تعتاد أن تكون حبيسة العقل أو أن يتم تجميدها دون الاستفادة منها أو استثمارها على نحو يفيد المجتمع البشري. حكاية مسابقة الابتكار الحكومي بدأت بخمسمائة وخمسين وستين فكرة تمت غربلتها وتصفيتها إلى 40 منها، ليشار إلى أفضل 12 فكرة وقع الاختيار عليها لقوتها ونجاعتها وما سيكون لتطبيقها ذلك الأثر الإيجابي الكبير على متنوع القطاعات الحيوية في المملكة. كان علينا نختار عدد معين محدود، والحقيقة كلهم، أنا أقول لك كلهم فازوا، كلهم أفكار ممتازة وإن شاء الله كلها تطبق، لكن اللي فازوا أيضا هاي شيء يشكرون عليه ونهنيهم. أفكار مثل مسألة التطوع في الخارج، هذه مسألة مطلوبة منا كدول كدول عربية أن يكون لنا نوع من فرق السلام اللي تنتشر في العالم وتساعد، هذه تعطي صورة أحسن لنا. وأفكار مثل ضيافة، دعوة مسؤولية وطلب الدول العالم نيون يزورون مملكة البحرين ويعرفون شنو مملكة البحرين من كل جانب، هذه فكرة ممتازة. وطبعا فكرة العمل من المنزل هذه فكرة خلاقة. اليوم 565 فكرة طرحت من الموظفين ومن يعني جميع العاملين في القطاع الحكومي، ما كانت كلها راح يعني تطرح لولا برنامج اللي هو هالمنصة، منصة البرنامج اللي هو فكرة، وهالمشاركة الكبيرة والاحتفال اللي صار راح يكون حافز
لجميع الموظفين في المستقبل أن يشاركون بأفكارهم. ركزنا حقيقة على القاعدة الأساسية اللي هي الرؤية الاقتصادية 2030 ومدى توافق هذه الأفكار معها، ومن ثم النفع العام، أن رجونا من خلال هذه الأفكار أن يمتد النفع أو العائد على المواطن من خلال تسهيل الخدمات، راحة المواطن، تجويد الخدمات للمواطن. فرصة بالنسبة لنا أن احنا نستمع إلى هذه الأفكار النيرة. استمعنا إلى أكثر من 12 فكرة جدا ممتازة ويمكن تطبيقها. تم اختيار 4 أفكار. ما لفت نظري بأن هذه الأفكار كانت تحرص على خدمة المواطن. كان هناك طابع الاقتصادي موجود في هذه الأفكار، وهذا أمر جدا مهم. الملف الاقتصادي يشغل فكر الجميع، والكل حريص على هذا الملف، وأعتقد بادرة ممتازة. احنا في السنة الأولى من تطبيقها، قابلة للتطور. 3 أفكار تصدرت على مثيلاتها، وواحدة أخرى قطفت الفوز عبر النسبة العالية التي حازت عليها عبر نافذة التصويت الإلكتروني على موقع مكتب النائب الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. فكرة الضيافة تقوم هي على إنشاء شبكة من العلاقات في داخل مجتمعات الدول الشقيقة والصديقة من خلال دعوة عدد من الدبلوماسيين والمختصين في مجالات التجارة الخارجية للحضور إلى مملكة البحرين والانخراط في ورش عمل ومحاضرات وزيارات ميدانية. هؤلاء سيشكلون لنا شبكة من العلاقات تتيح لنا فيما بعد الحفاظ على حقوقنا ومصالحنا في الخارج والحصول على الدعم اللازم لتحقيق سياستنا الخارجية. فكرتنا جاءت لحاجتنا للعمل التطوعي ومدى أثرها على الأعمال من خلال دعم الجهات الحكومية، وذلك بتوفير الإنفاق العام وزيارة الإنتاجية في الجهات الحكومية. الفكرة هي حل يعني مشاكل عديدة، من ضمنها طوابير الانتظار الطويلة والازدحام. الفكرة هي عبارة عن تطبيق إلكتروني لحجز المواعيد على الإنترنت حق الخدمات الحكومية اللي تحتاج لحضور شخصي. هذه الفكرة يعني توفر مبالغ كبيرة من مصروفات التشغيل للحكومة، وترفع انتاجية الموظفين كذلك بنسبة 66%، وتقلص ازدحام المروري في شوارع المملكة بنسبة يعني 6-10% تقريبا. طموح آخر يرافق انطلاق النسخة الثانية من فكرة العام القادم. اللي نطمح له في المستقبل إن شاء الله مشاركات أزيد. نتمنى، احنا عارفين ان الشباب البحريني عنده افكار جميله ومبدعه ومبتكره، وان شاء الله نتمنى نشوف افكار ازيد، وان شاء الله نشوف افكار اللي فازت اليوم وغيرها تطبق على ارض الواقع. مسابقه الابتكار الحكومي فكره جاءت كاداه استكشاف نموذجيه لطبيعه قمم الابتكار التي في الالباب، لتستثير بعامل التحفيز خاصتها عظم الطاقات البحرينيه وتؤدي عملها في أن تكون الأجدر بحثا عن سرائرها وما قد تضمه من مقترحات مجدية يسهل تحويلها إلى برامج مثالية تحاكي الواقع وترتقي بمستوى الأداء الحكومي. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.